محمد رسول الله. الرسول في القرآن. الحقيقة المرة خير من الوهم المريح، هذا ما لم يفهمه اليهود الذين كانوا يستكبرون على غيرهم بأن نبياً سيبعث منهم، فكانوا يقاتلونهم به. ولما بعث الرسول من العرب كذبوه فخابوا. كان يهود خيبر يقاتلون قبيلة غطفان قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الطرفان كلما التقيا للقتال لجأ اليهود للاحتماء من الهزيمة بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. وكانوا يثقون بأنهم إذا ما دعوا به فسيهزمون غطفان، وذلك لأنهم كانوا يؤمنون بأن محمداً سيبعث منهم. لكنهم لما بعث النبي من العرب كفروا به وكذبوه وقالوا: هيهات أن يكون محمد نبياً. فأنزل الله الآية الكريمة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. محمد رسول الله. الحديث النبوي. دين الإسلام دين بالغ الرقي، يحض على نشر أواصر المحبة والتراحم، وينهي الناس عن صفة الجحود التي تغرق العبد في المعاصي والذنوب. الإنفاق في وجه الله. حدثنا الحكم ابن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره. قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. هكذا وردت رواية هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري.
وهو أول وأقوى الصحاح الستة. وقد وردت رواية الحديث ذاته في صحيح مسلم على النحو التالي: أما في سنن الترمذي وجاءت في سنن أبي داود وفي سنن النسائي وختاماً لم يرد في سنن ابن ماجه. محمد رسول الله. ألهمت صفات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة الأدباء والشعراء، فنظموا قصائد المديح النبوي تقرباً منه وطلباً لشفاعته. إلى الرسول نسجي كل يعملات، أجل من نحوه تسجى المراسيل، من أنزلت فيه آيات مطهرة وأوريت فيه توراة وإنجيل. وعطرت من شذاه كل ناحية، كأنما المسك في الأرجاء محلول، نور نور تمثل في أبصارنا بشرا على الملائك من مسماه تمثيل. وعطرت من شذاه كل ناحية، كأنما المسك في الأرجاء محلول، نور تمثل في أبصارنا بشارا على الملائك من مسماه تمثيل.